اخواننا اللي تابعونا دائما، احنا في منتجع صخكاتور من قرب فندق ماريوت. عندنا سواح نزلناهم البارحة هنا في هذا الفندق، واليوم جينا حتى نصطحبهم ونتجول باتجاه الشمال. شوفوا الطبيعة هنا. ايش البرودة، مو درجة الحرارة، درجة برودة اليوم هنا الآن في هذه اللحظة ناقص 8، أي 8 تحت الصفر. لكن شوفوا الجو رائع ومشمس، فقط الثلوج اللي تشوفوها اللي مزينة الطبيعة. فندق ماريوت في منتجع صخكاتور. الذين يحبون أجواء الثلوج نقول لهم ارزموا حقائبكم وتوجهوا إلى أرمينيا، نحن سنكون بانتظاركم. عن جد أجواء رائعة، يعني ما أريد أحلف، أكثر من رائعة. هذه شوف درجة البرودة 8 أو 9 تحت الصفر.